بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا أدرنا به جمعا نق فوزا به جمعا إن الإنسان لربك لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب غير لسديد أفل ما يعلم إذا بعد سر فلن ما يبص صدر إن رب إن ربهم بهم إن ربهم بهم يوم عيد لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ عندي ربي تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن اقرأ بربك بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أو أمر بالتقوى؟ أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ فأنا شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اقبل منا واقبلنا. اللهم اقبل منا واقبلنا. اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين. اللهم انفعنا به يا رب العالمين. اللهم انفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا إيمانا ونورا وهدى. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ينفعنا بالقرآن. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا اللهم يوما يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الله وخصته.